اول تتبيله معانا هتكون تتبيله الليمون والثوم. تتبيله الليمون بالثوم عندي زيت زيتون، عصير ليمون، بشر ليمون من غير الابيض اللي تحته، صويا صوص، ثوم مفروم، روزماري مجفف او فريش، زعتر مجفف او فريش، ملح خشن او عادي، فلفل اسود مجروش او مطحون، واللي هتبله بيها هتكون صدور فراخ اتغسلت كويس جدا بالطحينه، الملح، الليمون، ومعاهم فلفل اسود او جنزبيل او قرفه، وبعدين اتسابت ربع ساعه، بعد كده اتحطت عليها شويه ميه واتسابت ربع ساعه تانيه، بعد كده اتشطفت كويس جدا جدا واتصفت كويس قوي واتنشفت بالفوط او المناديل بتاعه المطبخ. تمام؟ طبعا كعاده اي تتبيله كل المقادير على بعضها، مفيش طريقه يعني. اللي هعمله اني هحط كل المقادير على بعضها، ادي الملح، الفلفل الاسود، الروزماري، بشر الليمون، عصير الليمون، بشر الليمون وعصير الليمون هنا كمان ممكن يبقوا بشر برتقان وعصير برتقان، ده او ده، توم، زيت زيتون وتوم. انا كده جهزت التتبيله، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اخد منها كيس اشيله في الفريزر واكتب عليه تتبيله الليمون بالثوم، واكتب عليه التاريخ واشيله في الفريزر، تمام؟ والباقي اتبل بيهم الفراخ. خلينا نعمل كده مع بعض علشان يلا بلح الشام معاكوا على الشاشه. ناخد كده الكيس، كيس التلاجه، واقوم واخده جزء من التتبيله ده. انا بعمل كده في البيت، يعني كل حاجه اعملها اعمل منها كميه اكبر، لان خلاص انا وقفت وحضرت المكونات وموجودين عندي، واقوم واخده ايه جزء منها الاكله تانيه. اهو ادي تتبيله كده جاهزه، وادي الفراخ جوه التتبيله دي بعد ما اتغسلت واتصفت كويس قوي. كمان الفراخ هقسمها اتنين، نص هاخده دلوقتي على الشوايه اشويه معاكو، والنص التاني هقوم شايلاه متبل. يبقى كده نفدنا بثلاث وجبات، وجبه هتتشال متبله جاهزه تنزل على الشوي على طول، تتبيله احتياطيه ممكن اشوي بيها بعد كده لحمه بدل الفراخ، وشويه هنعملهم للغدا بتاع النهارده. اهو بسم الله. وبعدين اقوم جايبه طبق فوم ابيض اسود زي ما انتم عايزين مش هتفرق، بس عاده يعني الابيض هو اللي بيتباع بكتره يعني، واقوم حاطه فيه صدور الفراخ المتبله، وتكون مفروده مش متبهدله يعني، مفروده على بعضها كده اهي. وباقي التتبيله فوقيها، واقوم حطاهم جوه كيس تلاجة او الفهم بالبلاستيك راب او ايا كان، وهكتب عليهم. مش عارفه الكيس هياخدها ولا لا، حاسه ان الكيس اصغر من الطبق. لا والله مش اصغر. نقفل بقى كده عليها بالكيس، وبعدين بقى ايه اخد النيم تاج اللي احنا جايبينه من المكتبه والاقلام اللي احنا جايبينها من المكتبه برضو، واكتب هنا تتبيله. قلم لسه جديد، تتبيله ليمون توم. النهارده كام؟ سبعه. النهارده كام في الشهر؟ سبعه. سبعه تلاته القرص الطريه معاكوا على الشاشه 22. وبعدين هنا اكتب صدور دجاج متبل ليمون
وتوم، واكتب برضو التاريخ. ليه بقى بنكتب التاريخ؟ لسببين. اول سبب انه ممكن يبقى عندي نفس الايتم مثلا حاجة اقدم من التانية، فبقى عايزة استخدم القديم الاول. السبب التاني انه ممكن يكون الحاجة اللي انا بشيلها ليها مدة صلاحية معينة، فبقى عارفة ان انا لازم استخدمها قبل مدة الصلاحية دي. اهو